الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المسرفة بتقوى الله. In the name of Allah, the most gracious and most merciful, all praise be to Allah, the only Lord of the worlds, and I testify that there is no deity worthy of worship but Allah alone, the guardian of the pious. And I testify that our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and his messenger, who is on an exalted standard of character. O Allah, send your peace and blessing on our Master Muhammad, his folks, and his companions. Dear brother and sister, Hamas is causing massive change in America society. Can you believe that? According to the Harvard Harris poll, 51% of Americans between the age of 18 and 24, they support Hamas. He said, this is madness. Can you believe it? Who would have imagined after decades of waging wars, millions of people were killed, it will finally come back to you, he said. American youth have begun to read the Holy Quran in order to understand the steadfastness of the Palestinians in Gaza in the face of barbaric Israeli aggressions for more than 2 months. This is what I published. The British newspaper The Guardian published a lengthy report before a few days. The newspaper added that this war aroused the curiosity of many, especially young Americans, to know what was mentioned in the Holy Quran and provides the Palestinians with this amount of satisfactoriness. Here, Zarinik Garwal, an assistant professor of the Yale University, who is working on a book about the Quran and religious tolerance in the American culture, says, this is time people are not turning to the Quran in order to understand what happened on the 7th of October in terms of Hamas attack. Rather, they are turning to the Quran for the purpose of understanding it in order to understand the amazing endurance, faith, morale, strength, and qualities that they see Palestinian Muslim of processing. Yadullahi fawqa aydihim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين نجوم الهدى قادة ألويته ووزراء دولته
وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سبهم وشتم ورفض. اللهم عليك بهؤلاء الرافضة السبابين الشتامين وصهاينة المجرمين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. أيها الكرام، أيها الكريمات، يرقب العالم كله ما يجري اليوم في غزة ويتساءل لماذا أحداث غزة على وجه التحديد تلوي إليها عناق الخلق وتجذب نحوها قلوب العباد. لم يعد للناس في شرق الأرض وغربها حديث إلا أطفال غزة ونساء وشيوخ غزة وثبات المرابطين ورباطة الجأش المقاتلين وأخلاق الحرب، وأخلاق الحرب التي يبلغ فيها بين إسرائيل وغزة مبلغ الفرق بين الأرض والسماء على الرغم كل الأكاذيب. ولم يزال المتابعون في طول المعمورة وأرضها يتداولون مقاطع الفيديو كأنها إعلانات دعائية لمنتج عالمي لف الكرة الأرضية وتغلغل في أمزجة ساكنيها، فلم يدع بيتا إلا وغزاه بجودته وبشدة احتياج الناس إليه. فهل نستطيع أن نستشرف من خلال هذه الظاهرة اللافتة مستقبلا للإنسانية تكون أحداث غزة محورا بارزا فيه؟ هل يكون لغزة حظ من النبوءات كما يقول دكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي؟ بإسناد جيد رجاله ثقات روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم أسقلان. وإذا كانت أسقلان المجاورة لغزة تعد اليوم قطاعا مختلفا عن غزة، فإنها في الماضي كانت بالنسبة لغزة وغيرها العاصمة المركزية، فلم تكن غزة يومها إلا إقليما من الأقاليم التابعة لأسقلان. ورباط غزة اليوم هو الرباط الذي لا يساويه في فضله وأثره إلا رباط أهل القدس حول المسجد الأقصى. هذا الرباط ليس رباطا للأرض المباركة وحسب، وإنما هو رباط على ثغر الأمة الأكبر الذي لو انهار تعرت الأمة كلها وأمست للعدو الصهيوني ومن وراءه كلا أن مباحا. فلو أدركت العروش الإسلامية والعربية إنها داخلة ضمن الحمى الذي يرابط عليه هؤلاء الأخيار لما خذلوهم ولا تخلوا عنهم. ولو أن المسلمين ولا سيما قاطني بلاد الطوق أنفقوا شطر أموالهم لما أوفوهم حقهم، إذ يقفون مرابطين في نحر عدوهم الأكبر والأخطر. فأي ميراث يقسمون وبأي غنيمة يفرحون؟ وهذه نبوءة قد لا تكون مختصة بهم، لكنها وإن وردت في سياق عام نالتهم وحلت بهم على أي حال. وأحداث آخر الزمان التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورواها عنه صحابته الكرام قد وقع في ترتيب بعضها شيء من التداخل، بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى كثيرا منها في يوم واحد من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء كما أخبر بذلك حذيفة. والرابي هنا عبد الله بن مسعود قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة، وأشار نحو الشام. وفي سياق الحديث الطويل علل ذلك فقال: فيتعاد بنو الأب وكانوا 100 فلا يجدونه، بقي منهم إلا الرجل الواحد، فأي ميراث يقسم أو يقسم وبأي غنيمة يفرح؟ وها نحن اليوم في غزة
نجد العائلة الواحدة بها 40 و70 و100 وأكثر من ذلك لم يبقى منهم إلا واحد، وربما محيت كلها من الوجود فلم يبقى منها واحد. إنه ورب محمد وإبراهيم لخطب أذيم، وإنما تنفقه غزة اليوم لدين يقسم الظهور. هم المقصودون هنا بالدرجة الأولى. هذا الحديث المشهور الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، منهم ثوبان وجابر وعمران بن حسين ومعاوية وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ورد في بعض رواياته عبارة: يقاتلون لحق ظاهرين على من نأواهم، بما يعني أن المقاتلين المرابطين هم قلب هذه الطائفة. وفي بعض الروايات قرنت هذه القضية بجملة: إذا فسد الشام فلا خير فيكم، وفي بعضها بجملة: ألا إن أقر دار المؤمنين الشام، وفي بعضها: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمت الله هذه الأمة. وعيسى بن مريم ينزل في القدس، وفي بعضها: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، والجيش الذي سيقاتل الدجال سيخرج من هناك. وفي بعض الروايات قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قالوا: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهل ثم ريب في أنهم هم؟ النبوءة والنبوءة المضادة، والصهاينة أيضا نبوءات. ولذا دائما أقول: الدين الفاسد أسوأ من اللادينية، العقيدة الفاسدة أسوأ من اللادينية. وللصهاينة أيضا نبوءات بظهور مسيحهم الذي يعدون له بالتنقيب عن الهيكل، كما يعدون الرافضة لإمام مهديهم الذي ورثوها منهم. ولقد نقبوا دهرا طويلا تحت المسجد الأقصى أنهم يعثرون على الآثار التي انتوت النبوءات التوراتية عليها، التوراة المحرفة التي ليس على اللسان الذي أنزل فيها، لا التوراة ولا الإنجيل، كلها ترجمات وتحريفات فيها حق وباطل، ولكنها أضعف من أضعف حديث لدى المسلمين، لأن أضعف حديث لدى المسلمين فيها سند، كتابين التوراة والإنجيل لا سند لهما. لكنهم لم يجدوا شيئا، وجاء عالم الآثار الإسرائيلي رافائيل جرينبيرغ المحاضر بجامعة تل أبيب ليؤكد أنه لا يوجد أي شاهد أثري يدل على صدق أي نبوءة، وصرح بأنه كان من المفترض أن تجد إسرائيل شيئا عندما واصلت الحفر. يقومون بالحفر دون توقف منذ 2 وأكثر ولم يعثروا على شيء. ومن قبله شكك إسرائيل فينكلشتاين الذي يعرف بأب الآثار في وجود أي صلة لليهود بمدينة القدس، وهذا كلام مهم جدا. بخلاف ما تقوم عليه الادعاءات الإسرائيلية بوجودهم التاريخي في المدينة، وأكد للصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي تصدر باللغة الإنجليزية أن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في القرآن في التوراة، بعض القصص الواردة. واتفق البروفيسور يوني مزراحي، وهو عالم آثار مستقل، اتفق مع راي فينكلشتاين وقال: إن جمعية الإلعاد اليمينية لم تعثر حتى على لافتة مكتوب عليها مرحبا بكم في قصر داود. برغم أن الموقف كان محسوما لديهم في ذلك الشأن، كما لو أنهم يعتمدون على نصوص مقدسة لإرشادهم في عملهم، فإلى أين يذهبون؟ النبأ اليقين: وإن جندنا لهم الغالبون، هكذا أنبأ القرآن، ومن أصدق من القرآن قيلا، وسوف يتحقق ذلك إن عاجلا أو آجلا. فإن لم يكن لأهل غزة حصن عسكري عاجل فسوف يكون لهم في الآجل.
أما اليوم فقد تحققت لهم وللأمة انتصارات على أصعدة كثيرة لا تخطاها بصيرة المتابعين أجمعين، والله غالب على أمره. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما آتيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، يا نصير المظلومين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي سوريا وفي إيران وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين نصرا مبينا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع كلمتهم واحد صفهم واخذل عدوك وعدوهم. اللهم عليك بمن عاداهم من الصهاينة الغاصبين وعوانهم وأنصارهم. اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، واجعل دائرة الصوء عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم الصهاينة المجرمين وعوانهم، وأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية وجنودا من عندك لا تبقي لهم باقية. إنك قوي عزيز ذو انتقام. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، إن الصهاينة بغوا على عبادك وإخواننا وبغوا على إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وخرب بنيانهم، وبدل أحوالهم، وقرب أجالهم، واقطع أعمارهم، واشغلهم بأبدانهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ولي نعمتي، يا ملاذي في كربتي، اجعل ما نحذره ونخافه بردا وسلاما، كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، على إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم لا ترفع للصهاينة في القدس راية، ولا تحقق لهم في غزة غاية. اللهم أغث أهل القدس وأهل غزة وأهل فلسطين. اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم. اللهم أنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات الثقالة منهم والأرامل. اللهم ارحم شيوخا رقاة وأطفالا رضاة وشبابا سجدا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وصعدهم. اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جبهم. اللهم أرنا فيهم آثار وعجائب قدرتك. اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.